When I woke up today, it was raining cats and dogs. I really feel chilly, so I wrap up warm. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ها قد حل المساء وغربة الشمس فالأجواء الباردة. حبينا نحكي لكم كم مصطلح ممكن تستخدمهم في الجو البارد. The weather today was really cold. الجو اليوم كان كتير بارد. طبعا بدأت المقطع It was raining cats and dogs, معناها طبعا انه مش بتمطر قطط وكلاب, هاي معناها انها بتمطر بغزارة. It rains heavily. كانت بتمطر الدنيا بغزارة اليوم, كان الجو كتير بارد. It cold, it was cold or freezing, كتير متجمد. طبعا كان في عنا a cold snap, يعني موجة برد. موجة برد اللي هي فترة من البرد بتكون هيك فترة قصيرة أبرد من المعتاد, اسمها cold snap. And now I have really a cold draft, اللي هي نسمة هواء باردة. Cold draft, نسمة هواء باردة. في كتير هيك نسمة هواء باردة في الجو المحيط فيه, لكن الجو كتير كتير حلو. بنحب البرد, بنحب الشتاء. في عنا طبعا I feel chilly, أشعر بالبرودة, أشعر بالبرد. نفسها I feel cold, يعني هيك chilly, شعور وإحساسك بالبرد, قول I feel chilly. في عنا كمان مصطلح اللي هي wrap up warm, دفئ نفسك. wrap up warm, دفئ نفسك, عبارة كتير حلوة اللي هي wrap, اللي هو في عنا حرف W silent, W-R-A-P, من كلمة غلف. فهي بعض المصطلحات حلوة كتير ممكن هيك تستخدمها. I feel chilly, so please don't catch a cold. Catch a cold اللي هو يصاب بالبرد. So when you say he catch a cold, هي معناها he caught a cold or catch or caught. Caught التصريف الثاني من catch, معناها ايش, اصابه برد. So please wrap up warm and don't catch a cold. Try to not catch a cold. It's freezing here. I feel chilly, but I really it's really an interesting weather. بتمنى لكم اوقات حلوه ونستفيدوا. Good luck.